سطر إيهاب عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني الأول لألعاب القوى ونجم النادي الأهلي اسمه بأحرف من نور، بعدما نجح أن يكون أول مصري يتوج بميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى التي حصدها في نسخة 2015 التي أقيم بالصين، بعدما حقق رقما يقدر ب 88.99 متر. ابن الشرقية من مواليد الأول من مايو عام 89، يبلغ من العمر 30 عاما، لديه الكثير ليقدمه لمصر ولناديه الحبيب، لا سيما أنه يمتلك مؤهلات جسدية وذهنية تؤهله للوقوف على منصات التتويج بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة المقرر إقامتها صيف العام الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو. البوب كما يحلو لأصدقائه أن يلقبوه، قدم الكثير لألعاب القوى المصرية، توج بالعديد من الميداليات على كافة الأصعدة، سواء بطولات إفريقية أو عربية أو فرانكوفونية أو بطولات البحر المتوسط أو حتى بطولات عالم. إيهاب عبد الرحمن لديه شغف كبير لدخول المجد من أوسع أبوابه، فحرصه على التدريب بشكل منفرد برغم إيقافه حافظ له على لياقته البدنية والذهنية قبل أن تنتهي مدة إيقافه منذ يومين بالتحديد. وبالحديث عن ألعاب القوى الأهلوية بشكل عام، سنجد أن المارد الأحمر سيطر خلال الفترة الماضية على جميع البطولات المحلية بالفوز بكل البطولات، بداية من بطولة منطقة القاهرة، ثم كأس مصر، ثم بطولة الجمهورية في جميع المراحل العمرية من 12، 14، 16، 18، 20، و23 سنة عمومي رجال ونسات. ننتظر من لاعبين في ألعاب القوى المزيد من البطولات في الفترة المقبلة.